لا تزال موجات الغضب مستمرة في مصر، وكل المحبين للحضارة الفرعونية في العالم العربي والعالم، وذلك على خلفية بث شبكة نتفليكس سلسلة وثائقية عن الملكة كليوباترا، وذلك بسبب إسناد لعب دورها لممثلة سمراء بريطانية من أصول أفريقية. كانت وزارة الآثار المصرية قد نددت بالسلسلة وأعلنت عزمها دعم إحدى شركات الإنتاج لإنتاج فيلم وثائقي حول الملكة الفرعونية الشهيرة كليوباترا، رداً على التزييف الذي تم إلحاقه بها من طرف شبكة نتفليكس. تعرضت السلسلة الوثائقية الملكة كليوباترا التي انطلق بثها على شبكة نتفليكس منذ 10 من شهر مايو الجاري لموجات من الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر. موجات انتقادات جاءت عبر مراحل وفي وقت قصير، كانت تتصاعد نسبها يوميا منذ شهر أبريل الماضي. الموجة الأولى من الانتقادات بدأت مع الكشف عن ملصق السلسلة الوثائقية الملكة كليوباترا، والذي تضمن صورة الملكة الفرعونية ببشرة سمراء من أصول إفريقية، صورة استفزت الكثيرين، بلغت حد اتهام الجهة المنتجة بتزييف تاريخ الحضارة المصرية. الموجة الثانية من الانتقادات تواصلت وبشكل أكبر بعد شروع شبكة نتفليكس في الترويج للسلسلة بإعلان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت موجات انتقادات السلسلة الوثائقية الملكة كليوباترا مستمرة، خصوصاً أن غالبية المجتمع المصري بمختلف فئاته العمرية والاجتماعية يعتبرونها نوعاً من الدعم المباشر لحركة الأفروسنتريك المتطرفة في تعصبها للعرق الأسمر، وذلك بغاية الترويج لفكرة تحدر الحضارة الفرعونية من جذور إفريقية. تنضم إلينا الآن من القاهرة ناقدة الفنية علا الشافعي، أهلا وسهلا بك إلى برنامج فكر وفن. البعض رأى أن ردود الفعل المصرية الغاضبة يعني ربما كانت مبالغ فيها يعني في هذا الموضوع. الفن هو فكرة وتصوير وتعبير، لون بشرة الممثلة، هل تستحق كل هذه التنديدات والانتقادات وحتى إنتاج فيلم للرد على هذا الفيلم؟ بص، انا هقول لحضرتك، لو انت شايف البعض بيشوف ان رد الفعل مبالغ فيه، لا، الحقيقه رد الفعل مش مبالغ فيه. وده بسبب، لان لو انا هفترض حسن النيه، كانت نتفليكس بدايه ما اعلنت ان هذا الفيلم هو فيلم وثائقي، ففيلم وثائقي اي انه بينقل الحقيقه كما هي او انه بيحاكي ما كان يحصل في الواقع. ولكن بعد كده وبناء على الحمله اللي حصلت، تم تغيير النوع بتاع الفيلم الى فيلم دراما، انطلاقا ان ده هيبقى فيه جزء من الخيال يسمح بان الملكه كليوباترا تكون لون بشرتها سمراء. فهنا عشان كده انا بقول ان لا، في تعمد، في تعمد للاساءه، وان رد الفعل لم يكن مبالغ فيه. وده يعني ما فيش حد فينا يخفي عليه ابدا، نتفليكس زيها زي منصات كثيره جدا عندها اجندتها الخاصه اللي بتنطلق بيها وبتقدم عناوين بعينها او قيم بعينها بتركز. طب ما هي الأجندة الخاصة وما هي هذه الإساءة حتى نفهمها بشكل أوضح؟ شوف، انا هقول لحضرتك، انت قدام هنا مبدئيا، بس خلينا، لان احنا بنتكلم قدام عمل هو المفروض ان هو بيتناول شخصيه تاريخيه، شخصيه تاريخيه يعني فيها جزء كبير من التدقيق التاريخي، ان انت بتلجا لبعض الاثريين، بتلجا لبعض المتخصصين في التاريخ المصري القديم، تستقي منهم معلوماتك. صحيح هناك الكثير من الكتب والدراسات المنشوره، ولكن ايضا هذا لا يمنع. انا ممكن اسالك ببساطه شديده، كليوباترا هي بطلميه من اصول مقدونيه، حكمت مصر في فتره من الفترات، وكان فيها يعني سطوة تاريخية ونتيجة لصراع أهم رجلين عليها في هذا التوقيت تاريخيا. فيعني ألف بين على الأقل هترجع لحد من مصر، هتصور حاجة في مصر، ولكن الفيلم صور بعيدا تماما عن مصر، أو الاستناد عن أو دون الاستناد لأي مرجع مصري أو دكاترة أو أساتذة متخصصين من التاريخ المصري. فأنا ده بالنسبة لي يثير علامات الاستفهام وتساؤلات كثيرة جدا. بيحصل طبعا في هوليود أن بيتم تقديم أفلام ليها علاقة بالحضارة المصرية القديمة بعضها، ويصور في أماكن مختلفة وغيرها، ولكن على الأقل بيكون في جزء من التدقيق أو المراعاة أو الرجوع لبعض الناس لاستشارتهم أو تساؤلات بشأنها. طيب، ولكن هل المسألة هنا هي خدت بعد أكبر شوية. صحيح، بس اسمح لي، هل كان في هناك أي
توضيح رد فعل من نتفليكس، لماذا يعني وزارة الآثار المصرية قررت أن تقدم فيلما بديلا؟ هل فهمنا وجهة النظر التي تقدمها الشركة؟ هو نتفليكس يعني حتى البيان اللي اتقال مش كان من نتفليكس، كان اصلا من مخرجة الفيلم اللي هي اتكلمت فيه ان هي كمان منتصرة لهذه الرواية. في رواية بتقول ده، ورواية ليها يعني ما لهاش شعبية كبيرة جدا، هي انتصرت للرواية دي وبتقدمها ومصرة ان هي متبنية وجهة النظر دي. فيعني انت هنا اعترضت واثبتت ان انت مختلف مع هذا وجهة النظر دي، وفي كتير من اساتذة الاثار واساتذة التاريخ طلعوا اتكلموا في الموضوع ده، المتخصصين جدا. ولكن من باب ان انت فن قصاد فن، فتم اطلاق النهارده فيلم ايضا يعني انتجه دكتور زاهي حواس مع مجموعه من الخبراء الاثريين في مصر، واخرجه احد المتحمسين للحضاره المصريه القديمه. والفيلم ده بيتكلم عن كليوباترا بقى وماهيه كليوباترا. انا اللي بقصده كمان ان كليوباترا ما هياش حد بعيد، لان هي موجوده على بعض العملات، موجوده في بعض الصور، في بعض التماثيل. فانت عندك هنا مرجعيه بصريه تقدر تعتمد عليها دون ايوه في على بعض العملات دي موجوده، يعني موجوده في المتاحف وموجوده عندنا. فاحنا عندنا في شكل ملامح لكليوباترا واضح، فاما تكون انت بتقدم صوره مغايره تماما لده انتصارا لوجهه نظر معينه، فطبعا ده في نوع من الاجحاف للتاريخ. وافتكر ان انا كنت مع حضرتك في حلقه من الحلقات، وكان ازمه مسلسل احمس، واللي هو كان فيه ايضا اخطاء كبيره جدا تاريخيه، وتم ايقاف هذا المسلسل هنا في مصر، لان هنا احنا بنتكلم عن تاريخ ومرجعيات تاريخيه على مستوى الشكل والمضمون، فيجب احترامها على اقل تقدير حتى لو هذا المنتج يتم انتاجه خارجيا. وما دمنا غير قادرين على السيطره، على الاقل هنقدم احنا منتج يضاهي ده ويتحدث عن وجهه النظر الحقيقيه. هذه نقطه مهمه، يعني تقديم منتج محلي يعتمد اكثر على الروايات الدقيقه، المسح التاريخي، الاثار التي عثر عليها ووجدت. لكن اذا ذهبنا الى الخط الفاصل بين الوثائقي والعمل الدرامي في هذه الرؤية الجديدة، أين يمكن أن تكون المساحة للمخرج لكي يقدم رؤية سينمائية لا تخالف الوثائقي أو المعلومات الموثقة؟ هو لو أنا الفيلم كان تصنيفه من البداية زي ما قلت لحضرتك إن هو فيلم دراما، فيلم في بعض من الخيال، فانا هنا هنسمح انه ممكن تبقى الخيال مفتوح. فمن حق المخرجه ان هي تنتصر لده، وايضا من حق المنتجه اللي هي ذات بشره سمراء اللي هي زوجة ويل سميث ان هي تنتصر لده. يعني انا يعني خلاص، لان احنا مساحه الخيال بقت مفتوحه، ولكن اللي عمل اللبس من البدايه ان انت قدمته كمنتج وثائقي وبعد كده غيرت بناء على اللي حصل من رد الفعل والغضب الجماهيري. واضح. اشكرك جزيل الشكر ضيفتي من القاهره الناقده الفنيه علا الشافعي.